بنوجه رسالة لشعبنا الفلسطيني في غزة، الشعب الصامد، شعب غزة، أهل العزة، وشعب الضفة الغربية، وكل شعبنا فلسطين في داخل فلسطين، في الأراضي 48، في أراضي 67، بكل فلسطين بنوجه لنا التحية. ما راح أقول لك تضامن، أنا بلدي تضامن يقولها على بلد غير بلدك، أنا أعتبره بلدي. أنا لدي صديق فلسطيني، ليس صديق، أعتبره أخي. فلسطين حرة وستبقى حرة وسوف نبقى معها حتى آخر عرق فينا. والله الرسالة إلى أخواننا في غزة، نحن كشعب عربي متواجدين في أوروبا، إحنا لا ننساكم، وغزة في قلوبنا، وإلكم العزاء مننا كلياتكم جميعا، غزة في قلوبنا. I'm from Iraq and Palestine. غزة in our heart. فلسطين في دمنا وفي قلبنا، وكنا غزة وكنا فلسطين وكنا الحمد لله القدس، لأن الحمد لله غزة وكل ناس فلسطين احنا في قلبنا وفي دمنا الحمد لله، وقاع العرب المسلمين احنا يد واحدة الحمد لله. وشكرا. فلسطين في قلوب كل العرب، اسم فلسطين دوت بالنسبة لنا شيء أساسي في حياتنا، أنها قبلة المسلمين. هذا شعب يؤكد على وجوده وعلى حقه في العودة إلى أرضه وعودة اللاجئين، وتنقل مفتاح العودة جيل عن جيل، ويؤكد على أننا مهما تهبنا أو تهجرنا لن ننسى قضيتنا. اللي عم بيصير يعني عن جد كثير شيء مؤسف، بس هو على طول موجود مش جديد، وأنا بتمنى يعني طبعا أكيد النصر لنا في الفلسطينية وين ما كان، وإن شاء الله يعني الله يحميهم ويكون معهم وينصرهم إن شاء الله. أحداث ساخنة في الأراضي الفلسطينية، ضرورة إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية وإنهاء القتال ونزيف الدم الذي يحدث هناك. غزة في قلوبنا. شجع أولادكم يتذكروا فلسطين، ده مش إهنا، أولادنا مش أولادنا، أحفادنا، إن شاء الله بيرجعوا فلسطين.